اللي معاه تعبان ده كبير وقاعد بيغني له بالمزمار. اما تيجي نروح نتفرج عليه. ماشي. عمو، هو انت ازاي بتخلي التعبان ده يرقص على المزمار؟ انا مدربه من وهو صغير ابن حبيبي ان هو يرقص على المزمار. الله يا عم، التعبان ده شكله جميل قوي، انا عايز اشتري واحد. لا يا سوسو، ما ينفعش. ليه يعني يا ندى؟ ما ينفعش نجيب تعبان ونربيه يا سوسو. لا لا عادي، ما عم هو مربيه. هو سام؟ لا يا بنتي مش سام. شفتيه؟ مش سام ولا حاجه. لا يا سوسو برضه ما ينفعش، ماما وبابا لو شافوكي مش هيرضوا وهيزعقوا. لا لا انا هخبيه، انا هخبيه في حضني. ماشي يا عم، بكام الواحد؟ يا بنتي التعبان ده عامل 10,000 كبير. عايزه اعمل معاكي واجب هديهولك ب8. عايزه بقى اعمل معاكي واجب اكبر ممكن تاخدي واحد زغنتوت، زغنتوت يعني تربيه انت بقى وتلعبي معاه، بس ما فيش مشكله هو ببلاش. ماشي يا عم، انا عايزه ببلاش. بس يا اساسه ما ينفعش. لا انت تنبيه، اسمعي ولا تترددي فيما اقول. لازم تطعميه 4 حبات فقط في اليوم، وإن زاد أو قلّ. ما تبص يا يحيى، معلش يا عم. وإن زاد أو قلّ سوف يحدث العجب. ثم تفضلي سيرفي. طب يا عم مش مزمار زي ده. خدي انا سيرف. بصي يا عيال، اهو الكارت بتاعي وكمان رقم تليفوني 000، معرفش بقى، مش عارف، انا مش حافظ. خدوا 4 حبات صغيرين قد صبع. خلاص قد صبع رجلك، ما يكملوش صبع رجلك. عمو الولا يحيى خدوا طول. ايه ده؟ على هنسيب التعبان هنا، هنفتح له الكرتونه ياكل له. الجنينه دي مش انا حاساها قليله عليه، هتشبعه هتشبعه. بس قال 4 حبات مش جنينه بحالها. ما هي حبه حبتين 3 حبوب 4 حبات. ثم انا عايزاه يكبر عشان ارقصه على المزمار زي الراجل بتاع الافاعي. يلا نسيبوه. A few moments later. يلا بينا نبص على التعبان نشوفه اكل ولا لا. ايه ده؟ فين التعبان بتاعي؟ ممكن يكون ماشي كده ولا كده. لا ده حبيبي، انا حبيته من قبل ما اشوفه. انا لازم اشوفه واخده. ما معناش ولا جنيه. دور عليه. يلا كل واحد يروح في منطقة مختلفة. روحي ولا يا ترى رحت فين يا تعبان يا جميل؟ زمانك بتدور علي زي ما انا بدور عليك. انا مش لاقياك، انا دورت عليك في كل المكان. حبيبي. ايه يا يحيى، لقيت التعبان؟ لا ولا انا. بص كده ورا التعبان. يا سوسو يا
تخافوش ما تخافوش، انا هجيب الصنايعه بتاعت الراجل بتاع التعبير وهعمل عشان يهدى كده ويبعد عني. هو الراجل بيعمله ازاي؟ ما تتعكرش يا سوسو، انت السبب على فكرة، منك لله. A few moments later. اجري بسرعة اصحابي هيموتوا. يا عم الهج يا اللي عملتيه في التعبان ده، ده انا باكل محشي وبانيه كل يوم. انا مش بقولك ما تاكلوش ايه، اربع حبات ما يكملوش. صعب على رجلك الصغير، انت حطاني في الدنيا. زرع ايه دلوقتي؟ مام بصحابي، عينك الصحابي والسعي ده شغل. انا يا عم الحقنا، التعبان هياكلنا. يلحقنا يا عم، ما تخافوش، انتوا معاكم الملك السوبر مان كريم التعبان. يا عم اغلى، يلا يا ابو تعالى يا تعبناوي، بعد اذنك كده مش هنحقق. لا يا ابو بسرعة. لو كنت عارفة جيلك اخلص. اللي اتنين شبه بعض يا رب سكر. مش ضربني ما تخش في الكاميرا احسن. الله يا عمو ده جميل قوي، انا عايز اشتري واحد. هديهولك ايه؟ الكبير ده، الكبير ده عامل 10,000. بالصلاة على النبي، انت لو عايزه قد ايه؟ هو يا طماطم في الاخر. ايه اللي حصل؟ ده الجرح عميق جدا. الله شايف يا كريم، دي حصالة حلوة صح؟ فين؟ اهي بصي، ده خلي فلوس من هنا. لا دي بتاعتي اسمع بس. لا انا هاخدها. لا مش عشان حد، محدش هياخدها. انا هاخدها. لا انا هاخدها. لا ابقى اجيب الناس لك واحدة اولادي. انا هاخدها. لا لا يا ماما. ايه في ايه؟ ليه يا كريم بتعمل كده ليه؟ يا ماما دي حصالة وانا عايزة اخش فيها. يا ماما دي بتاعتها، حصالتها هي بتاعتها، اللعبة بتاعتها. انت عايز منها ايه؟ انا عايز فلوس اكتر، عايز احوش فيها. حوش بتاعتها هي جاي، لسه جايباها اللعبه وشاريها، لسه جايباها. انت اللي عايز منها. تعالى اقعد هنا بدل ما انا حاططها في كيسه. خلاص انا الدور الجاي هجيب لك واحده. اقعد بقى هنا. استنى 10 دقايق. اقعد هنا، قلت لك هجيب لك واحده. خلاص يلا اقعد. مش فاهم فلوس تعمل ايه. خلاص بقى ما تتشوش، هي بتاعتها، انا هبقى اجيب لك واحده تانية غيرها. ماشي ماشي. اجي حصلت
بسرعه خليها تيجي تشوفها. الحين يا بتقولها بسرعه بنتي متعوله وبتنزل دلوقتي ده تعبانه بسرعه. بس يا كريم الدكتوره جايه. اقعد يا كريم على البنت عملته في وقتك ده انا هوريك عليه والله انا هوريك. اقعد ماشي ماشي انا هوريك. ايوه انا دكتوره بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ايه ده؟ ولا طلبت ايه؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ دكتور انت يا ابني ايه ده؟ انت اللي جبتي يا ابني. شكرا يا ماما ان انت جبتي لنا. انا عامل لك كده. شكرا يا ماما ان انت جبتي لنا عم المهرج. مين عمل لها كده؟ عايزه اقول بس حضرتك دكتوره متاكده انك حضرتك دكتوره. طب ما انت هتتريق عليا يا اسود شعري ملون. ازاي يعني عملتي كده يعني؟ دي الموضه يا مدام. الموضه دلوقتي ان احنا نلون كل الوان شعرنا. كل الالوان؟ انا مش عارف انا خايفه تيجي البنت تعالجيها. طب ماما انت شايفه الجاره مش على ابني عشان تبقى زي الطفل. طب يا ماما تعالي يا بلد. مين اللي عملها كده؟ مين اللي عملها كده؟ ده ده عملت لاختك. جابوا كده انا بلطانه اللي بعالج ابني وبنتي عندي فلوسي